الجانب الامريكي لم يعد حساباته الوضع واضح جدا الاوكرانيين حتى يدخلوا المفاوضات يجب ان يكونون طرفا قويا ويكونون ندا للطرف الروسي الروس يرون انه احتلالهم للاراضي الاوكرانيه هذه ممكن ان تكون ورقه ضغط قويه ليحصلوا على اتفاق هدنه او اتفاقيه لوقف الحرب مع كثير من الامتيازات الأوكرانيين لا يريدون أن يعطوا شيئا للروس يعني إذا أعطوها فعلى الأقل أوكرانيا لا تريد أن تعطي شيء من الأراضي يعني ممكن يعطوا لهم موقف لن ننضم إلى الناتو آه هناك بعض الـ الـ الامتيازات تعطى إلى روسيا ولكن الدخول بمفاوضات وأنت أراضيك محتلة ويبدي العدو يضغط عليك لا يمكن أي قيادة تمتلك وعيا او فهما صحيحا للامور ان تدخل بهذا اليوم تلوقتي. هناك من يقول استاذ علي بان امريكا بالضبط تريد ان تعمل على هدنه في اوكرانيا حتى تعيد الحسابات وتعيد تقييم الدعم العسكري وبالتالي تعود بقوه بدعم الجيش الاوكراني وتقلب الطاوله سريعا على الروس في المعارك أنا اللي أرى أنه الجانب الروسي من يفكر بهذه الطريقة وليس الجانب الأمريكي الروس يريدون هدنة خصوصا احتلال يعني أقوى ورقة بيد الروس هي احتلال جزء من أراضي أوكرانيا هذه ورقة قوية جدا وقد لا يمتلكون غيرها خصوصا هذه الحرب غيرت كثير من المعادلات والمفاهيم اللي موجودة في أوروبا بل وفي العالم فروسيا تريد أن تخرج بشيء ما من هذه الحرب والاوكرانيين يعلمون هذا الشيء والأميركان ايضا يعلمون لكن كيف ستجري المفاوضات؟ مهم. يجب ان يدخلها الطرف الطرفين طرف يجب ان يدخلها وهو قوي والطرف الاخر يدخلها مرغما واعتقد الاوكرانيين لن يدخلوها مرغمين ولكن هكذا هم بايديهم يجعلوا الحرب تستمر لسنوات وسنوات الدعم اللي توفر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صالح أوكرانيا في هذا الأمر أنت ترى بأن حرب تستمر لأشهر لا تختلف كثيرا عن حرب تستمر لسنوات؟ طبعا هذا الأمر إطالة الحرب إحنا يعني إذا أريد ننظر إلى هذه الحرب الآن نقارنها بأقرب حرب عليها اللي هي أولي أحد كانت روسيا اللي هي حرب احتلال أفغانستان الأفغان دخل السوفيت دخلوا الى افغانستان وافغانستان ليست بقوه اوكرانيا ولا امكانياتها استطاعوا خلال عشر سنوات من الاحتلال من تكبيد روسيا اكثر من 100 طائره سقطت لكن الان روسيا الى هذا ال يعني خلال عشر اشهر خسرت اكثر من 200 طائره خسرت كثير من رصيدها من الاسلحه العاليه الدقه الصواريخ هذه الاستراتيجيه والصواريخ البالستيه والصواريخ الذكيه هذا مخزون يصل الى مرحله معينه وينفذ، ما يحصل الان نفاد هذه الاسلحه على روسيا ان تعيد حساباتها الروس عاجلا ام اجلا سيصلون الى مرحله يدخلون المفاوضات مرغمين مرغمين ومعهم اقاليم اوكرانيه هذه هي الورقه الوحيده اللي في يدي انا ارى الورقه الاهم بعد فتره هذه هذه الورقه تكون يعني لابد من التخلص منها يعني ثمن احتلال هذه الاراضي سيكون مكلف جدا على الروس هناك تناقض استاذ علي بالطرح انت تقول بان هذه ورقه سيدخل الروس المفاوضات وهم يمتلكونها في المقابل الجانب الاوكراني اليوم يقول بانهم لن يدخلوا مفاوضات الا بانسحاب القوات الروسيه التناقض واضح هذا